السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، متواصلين وياكم بتغطياتنا المستمره لتظاهرات الشعب يحمي الدوله. وبالتالي اليوم مثل ما تشوفون الاعداد اللي موجوده هنا والمظاهرات السلميه التي ما زالت مستمره لغايه الان، فبالتالي راح نشوف الناس اللي موجودين هنا وايضا نستمع للمطالب ونشوف وجهات النظر اللي موجوده هنا. فبالتالي خلينا نلتقي بالاستاذ. استاذنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم. اللي تعرف انه سبب تواجدك هنا والمطالب اللي خرجت من اجله؟ المطالب معروفه لدى جميع المعتصمين حاليا، لحد الان صار 6 أيام من اعتصامنا، نطالب بتشكيل حكومه قويه لجلب حقوق الناس المواطنين والشعب العراقي وتثبيت الدستور والقانون وتشكيل حكومه قويه قادره على بناء العراق ومتابعه ابناء شعبنا اللي تضرر نتيجه هاي التاخيرات وتعطيلات هاي الدستوريه. نطالب بتشكيل حكومه قويه ودعم الدستور، دعم القانون، دعم الديمقراطيه. الديمقراطيه اللي انبنت بتضحيات ابناء شعبنا، ابناء شعبنا الغالي، هاي التضحيات بدماء الشهداء تمت عمليه التضحيه تطوير الديمقراطيه بالعراق. الله يبارك بك. اذا اليوم المتضرر الوحيد هو المواطن. المواطن اكيد اكيد المواطن، لان لا خدمات، لا كهرباء، لا ماء، لا حصه تموينيه كامله. مجرد يعني المواطن متأذي أكثر شيء، والمواطن يحتاج إلى خدمات، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى وقوف حكومة قوية تسنده. يراجع مؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة أغلبيتها نهشها الفساد. يراجع دوائر الدولة ما يحصل نتيجة، وإحنا نريد تشكيل حكومة قوية تسند المواطن وتسند الشعب، هذا الشعب الفقير اللي تعب لحتى هسه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لغايه الان لا موازنه، لا حكومه مشكله، وبالتالي المتضرر الوحيد من هذه العمليه كلها قد يكون المواطن العراقي. فاليوم شنو ممكن الحلول اللي تكون بين الطرفين او بين جميع اطراف الشعب العراقي او القاده الشعب العراقي؟ يعني هو اولا ليس قد يكون المتضرر الوحيد المواطن، بل هو المتضرر الوحيد حقيقه لذلك انا اتصور انه ينبغي اليوم على الكتل السياسيه بعد جلسه حوار يوم امس يفترض عليهم أن يجددوا هذه الحوارات وأن يتم الإصرار من خلالها على عقد جلسة البرلمان التي تكون هي نقطة الشروع لتشكيل الحكومة القادمة التي قد تلزم بمدة زمنية بعد الاتفاق الذي حدث يوم أمس، وأنه لا بأس في إجراء انتخابات قادمة بعد سنة، على الرغم من أنه هناك يعني رأي لا داعي لهذه الانتخابات، لكن إذا كان ولا بد ومن خلال التوافق ومن خلال الحوارات فلا بد أن تأتي هذه الحكومة لكي تشكل غرفة عمليات حقيقية تراعي فيها موازنة، إقرار موازنة، عملية صرف ما أقر في قانون الأمن الغذائي الذي هو من شأن الحكومة القادمة وليس من شأن حكومة تصريف الأعمال. وبالتالي هذه قضايا لابد أن تمضي لكي يحقق المواطن فيها طلباته إذا كان فعلا هناك متظاهر حقيقي يطالب بهذه القضايا. لذلك على الجميع أن يجلسوا معي معا مرة أخرى ومرة ثالثة وأن يسرعوا بتشكيل الحكومة لكي يحققوا. أما تبقى الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال عاجزة عن تقديم أي شيء. الحل الوحيد هو عقد جلسة برلمان يسبقها جلسات حوار لكي يتم الاتفاق على كثير من القضايا التي من شأنها غلق وإنهاء هذا الانسداد السياسي الموجود. نعم، ولا بد أن تكون الخطوات عبر الأطر الدستورية والقانونية، لا عبر إدخال البلد في فوضى ولا يحمد لا نعرف ماذا ستكون نتائجها. الخطوات الدستورية هي الخطوات الحقيقية التي توصلنا إلى تحقيق مبتغى المتظاهرين من أي طرف كان.
يعني صعوبتها الحالية الآن تكمن في أولا وجود حكومة تصريف أعمال، هذه ليس من حقها أن تتخذ أي خطوة لتحقيق الانتخابات القادمة. النقطة الأخرى أنه الانتخابات البعض يعتقد أنه الآن نحن ما نحن فيه الآن هو نتاج لانتخابات مبكرة، فبالتالي يعني الانتخابات المبكرة القادمة ماذا ستعطي إذا كان البعض يريد أن يملي فقط إملاءات ويفرض الشروط ولا يأتي للحوار؟ ماذا ستكون النتيجة؟ يوم أمس كان هناك اجتماعا وطنيا عكس الواقع الحقيقي ورغبة الجميع بحول التوافق، يعني تقريبا مشروع الأغلبية الوطنية الذي كان ينادى به في الجلسات الأولى من بعد هذه الانتخابات بوجود الطرف الكردي والطرف السني، يوم أمس تقريبا أصبحت الرؤية واضحة أن هناك توافق، لا بد على الجميع أن يتوافق. لذلك اليوم ليس من مصلحة الجميع إلا الحوار والتعاطي بكل مع هذه الأزمة بروح فيها شيء من التنازل والوطنية أزاء المواطنين العراقيين. حياكم الله. لغاية الآن لا توجد موازنة ولا توجد حكومة، وبالتالي هذه السنة شاربت على الانتهاء. حكومة تصريف الأعمال اللي كان اقترب إلى 6 أشهر فقط سنتين وأكثر. حقيقة هنالك قوة تريد تأزم عجلة التقدم ووقف عمل البرلمان وعمل الحكومة، ومن يوقف عمل البرلمان وعمل الحكومة راح توقف العجلة الاقتصادية والعجلة الصناعية والعجلة الزراعية وعجلة التعليم. يعني اكو قرأت تقرير انه اذا ما قررت موازنة احتمال نهاية هاي السنة تتوقف رواتب الموظفين. هذا التأزيم هذا طبعا راح يضر المواطن، طبعا بالتالي المؤسسة التشريعية واقفة والمؤسسة التنفيذية هم راح يصيبها العضال بما ان المؤسسة التشريعية واقفة. بالتالي المطالب اليوم اللي خرجتوا من اجل المطالب، المطلب الاول خصوصا انه نقدر نقول انه صعوبة حل البرلمان في هذه المدة، ما يعني مش يعني الان احنا قبل 8 أشهر أو 9 أشهر انتخابات مبكرة، تريد تحل البرلمان الآن وتذهب لانتخابات مبكرة، سوينا شنو الجديد اللي راح يطرأ أو الجديد اللي راح يصير؟ أكيد مو حل في الوقت الحالي، مو حل باعتبار المفوضية يراد لها فالسنة يلا تقدر أنه تقيم أكو قوانين أنه لازم الحكومة تصير انتقالية جديدة، ما ممكن أنه الإبقاء على حكومة الكاظمي. والمطلب اللي إحنا نقوله أنه لازم تشكل حكومة، اليوم القوة موجودة اللي قادرة على تشكيل حكومة، لكن هنالك من يقف بوجه هذه القوة اللي تريد تشكل الحكومة. هم ما عندهم اعتراض على شخص ولا عندهم اعتراض على قوة ولا عندهم اعتراض على الكل، محترضين على الشعب العراقي كله، مثل ما الآخر عنده جمهور الإطار عنده جمهور، ومثل ما الآخر يقدر يحرك الشارع الإطار أيضا هم يقدر يحرك الشارع. لاحظ الالتزام الانضباط عدم الاندفاع، يوم قوى الإطار ما عندهم هذا الاندفاع تجاه أي تصريحات أو تجاه أي كلمات أو تجاه أي شيء يدور، ما عندهم أي تصريح يعني بال 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 بالمقابل. اهلا وسهلا بكم جميعا. عيني صار لي هذا اليوم الخامس عيني. شفت الوضع هناك، شلنا عن اجواء التظاهرات وضعها سميتها تجمهرها. هذه الجماهير اللي طالعه اولا حفاظا على ممتلكات الدوله وحفاظا على الدستور، ثانيا اليوم هذا اكثر الشعب طالع يطالب بتنزيل الدولار. اولا هذا الدولار صعد على حسب الأصول، واليوم الدولة تصريف أعمال، هذا تصريف أعمال أولا ما له حق تتجاوز لا على الدستور ولا على مجلس النواب ولا حل النواب. فاليوم نطالب إحنا من النواب جلسة بسرعة أن يحققون العمل بحكومة عراقية ناس صاحبين علم وأفكار حتى تخدم العراق والعراق يعيش بأمان. اثنين اليوم احنا هاي المواطن دا يطلع ما يلقى عمل، كيس الطحين وصل الى 60,000 دينار والشكر الى 50,000 دينار، والعامل يطلع للمصدر فقير، هاي كلها فقراء اللي طالعه
ما طالع ابن التاجر وابن الزنقين وابن القائد وابن النائب، ما طالع. طالع هاي الفقراء اليوم تطالب بحقها وتطالب بالدستور وحماية للدولة. اثنين، اليوم احنا عندنا خط احمر الحشد الشعبي المقدس، هذا ما ينحل. لو مو الحشد ما بقى عراق ولا احنا قعدنا. فالحشد حشد سيد علي السيستاني. اجب وانا اسال، بس عني بعد اللي تريد. نعم، هو المتضرر لحد الآن، الباقي هو المتضرر المواطن العراقي، لأن لا عنده عمل، لا عنده وسيلة، لا عنده وظيفة، الكل غليان. يعني يروح للسوق ما يقدر يشتري له شيء، لأن هو ما عنده 2000 دينار منين يجيب؟ وتلقى الوزير وما يتبعه اللي هسه تصريف أعمال نايم على مليارات، وهذا الفقير شوفه، هذا جاي من أجل حتى يحقق امال المواطنين والعراقيين عامه من الشرق والغرب والوسط والشمال. اليوم احنا نطالب بحكومه باسرع ما ممكن حتى توفر لنا الامن والامان وتوفر العيش اللذيذ الى العراقي. بارك الله فيك. التظاهرات، الاجواء تظاهرات جيده سلميه عراقيه، لا عشدينا شارع ولا قطعنا طريق ولا حرقنا تاير، الكل هم اخوان كعائله واحده. أقدم لك نفسي الشيخ قاسم الدفاعي، مسؤول حركة الأوفياء تابع لدولة القانون. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. واقعا العملية السياسية تبنى من خلال المناهل الحقيقية اللي هي سياقات عالمية، اللي هو القانون، الدستور، القضاء. فإذا كانت الدول، كلما كانت الدول ملتزمة بهذا الثلاثي كلما كانت دول متطورة. العراق أول البلدان من وضع القوانين، حمورابي قبل 7000 عام وضع القانون. فنحن أكثر الناس يجب أن نكون ملتزمون بالقانون. عدم الالتزام بالشرعية، عدم الالتزام بالقانون معناها الفوضوية، الذهاب إلى الفوضوية معناها الذهاب إلى المجهول. فعلينا أن نكون ملتزمين في جميع البنود التي وقعنا عليها. الدستور خرج من الشعب العراقي 69%، ويقال 79% الذين صوتوا على الدستور بطلب من المرجعية العليا الرشيدة. لذلك نحن ملتزمون بالشرعية، ملتزمون بالقانون، ملتزمون بالقضاء. كل ذلك هو بناء العراق حر ديمقراطي تعددي، فيه كثير من القوميات وفيه كثير من الديانات، فيه كثير من المذاهب. هذا لا يمكن أن ينحصر بجهة معينة دون جهات أخرى. لذلك اليوم هذه الوقفة المشرفة التاريخية التي تعبر عن إرادة الشعب تكون من خلال الشرعية، الوقوف مع الشرعية، الوقوف مع مؤسسات الدولة. بخلاف ذلك معناها الفوضوية، معناها الذهاب إلى المجهول. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، الله يحفظكم يا حبيبي، الله يسلمك. عظم الله لكم الاجر. انتم اليوم همين عصفورين بحجر، نقدر نقول هم شهر محرم الحرام، وبالتالي اليوم المطالب انه الثبات، ولازم انه العراق يرجع. كاف احنا كشباب الدماء هواي اخذت من يمنا، الحروب هواي اخذت من يمنا، نريد نستقر. فبالتالي اليوم المطالب نريد. السلام عليكم. بالبداية نعزي صاحب العصر والزمان مراجعنا العظام على رأسهم السيد السيستاني، نعزي بذكره لاستشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. حقيقة طلعت هاي الشباب، طلعت هاي الملايين الناس تريد حقيقة تشكيل حكومة جديدة، حكومة تلبي طلبات هاي الناس، حقيقة إصلاح وضع الكهرباء، الخدمات. حقيقة الحكومة الموجودة للأسف لم تجلب الخير للبلاد. الحكومة الحالية، حكومة
حكومة تصريف أعمال، حكومة السيد الكاظمي حقيقة حكومة أزماتها كثيرة، مشاكلها كثيرة، ولم تجلب الخير للبلاد. حقيقة نريد حكومة منتخبة جديدة مدعومة من كل الأطراف، من قادة البلد، ويكون تركيزها حقيقة خدمة الناس، خدمة العباد، خدمة وضع الكهرباء. أيضا حقيقة نريد هاي الناس طلعت تحافظ على النظام، هاي النظام الجميع يعلم، علماء، شهداء، كلها ضحية لهذا النظام والدستور. نجي نضحي حقيقة بهذا النظام ونروح للمجهول، هذا الشيء مرفوض، هذا الشيء خطأ. واجب على الجميع يحافظ على النظام، ولكن النظام به مشكلات يكون يتعالج هاي المشكلات. احنا مع علاج المشكلات، مع حقيقة حلول المشكلات، مو مع الانتقام من النظام وهدر وانهيار النظام. لا، مو صحيح هذا حقيقة. أكو حقيقة إيجابيات نروح نركز عليها، نعضدها، نقوي الإيجابيات. الإيجابيات حقيقة اليوم هي وقفتنا، هاي هي إيجابية، حرية، ديمقراطية، طالعين تغيير حكومة، طالعين نريد حكومة جديدة منتخبة. وين قبل 20 سنة؟ من كان يقدر هاي الشباب؟ حقيقة لا ننسى الماضي وننغر. نظام كل شيء ماكو، وشنو كل شيء ماكو؟ هو العراق هذا وضعه حقيقة بأفضل ظروف السمر، كل شيء موجود، لكن يحتاج لنا بالفعل. بالفعل احنا حقيقة لا مشكلتنا هي طائفية، لا نحتاج الى حقيقة مجتمع تجمعات ومؤتمرات للوحدة. الشعب متوحد، مرجعيتنا وحدة، هدفنا وحدة، مشاكلنا وحدة، هي الخدمة. الخدمة هاي حل حقيقة نقول نقدر عليها، بسيط ميسور، نقدر نسيطر، نقدر ننتخب حكومة الشعب يختارها. وإحنا مع حقيقة إعادة الانتخابات، ولكن إعادة انتخابات ضمن ضوابط. الضوابط أولاً كنت تشكل حكومة، حكومة منتخبة، تقر موازنة، تقر موازنة هي تخصص للانتخابات، ما بعد تغيير المفوضية، وبعدها نذهب حقيقة الانتخابات حرة، سيطر عليها العراقيين، سيطر عليها العراق، ويطلع الشعب العراقي يقرر وينتخب، وبعدها تشكيل حكومة. ما نريد احنا الفوضى، نحل البرلمان، نحل النظام، ما ندري وين رايحين للمجهول. وبالتالي احنا اليوم لا موازنة قرأت، بالفعل لا حكومة مشكلة، كثير من المشاريع معطلة بسبب الوضع الجاي المرهول. بالفعل ميزانية ماكو، عام كامل وداخلين بالعام الثاني ميزانية ماكو، بلد ماشي بالقدرة بسبب هاي المشاكل. حقيقة نتمنى من قادة البلد توحيد الفكرة، توحيد الرؤية، وتجي يابا نعضد ونقوي الحكومة ونروح نطي. هي ما صارت حكومة حتى ثاني يوم احتجينا وطلعنا عليها، نشكلها تشكيل حكومة جديدة ونعطيها فرصة سنة، سنة ونص، بعدها نروح ننتخب برلمان جديد، وبعدها البرلمان ينتخب حكومة. وهاي الدستور، هي هاي الحرية، ما معناه ما نريد برلمان، ما نريد، لعش انه نريده. بداية وضع التظاهرات شلون نشوفه، وهي اليوم تظاهرت كتظاهرة وكمظاهرات سلمية جاي نشوفها في وفق معايير دستورية، شنو ممكن الحلول اللي ممكن تخدم جميع الأطراف؟ لا، بكل تأكيد هي بدأت تظاهر ثم بدأ اعتصام، باعتبار أن التظاهرات الحالية والاعتصام الحالي هو يطالب بهيبة الحفاظ على هيبة الدولة والحفاظ على مبادئ الدستور والحفاظ على هيبة القانون، وبالتالي هي لم تكن تظاهرات أو اعتصام اعتباطي، أو لم يكن عبارة عن فوضى كما جرى عند الأخوة الآخرون. يعني بمعنى هذه التظاهرات هي انعكاس اللي أراد حقيقية فعلية، أراد الشعب بكامله. الشعب لا يريد أن يعيش في فوضى، لا يريد أن يعيش في الظلام، يريد أن يحافظ على مكتسبات ومبادئ التي حققها بعد عام 2003. وبالتالي أعتقد يقف وراء هذه المظاهرات بكل تأكيد قيادة قوية، وقيادة تعرف ما لا تفعل، قيادة واعية جدا لمصير شعبها، وواعية للحفاظ على المبادئ والمكتسبات والقيم التي يحتفظ بها، التي يتصف بها الشعب العراقي. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمة الله. بداية خلينا نحكي عن أجواء التظاهرات ووضع التظاهرات في الوقت الحالي وسلميتها وتجمعها، شلون شفتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعلم أن المظاهرات هي لتقويم العملية السياسية، ودائما عندما تخرج المظاهرات إن كانت سلمية فهي لهم، وإن كانت
تريد أن تعمل يعني بعض العبث وغيرها، هذه ليس من مصلحة المواطن وليس من مصلحة البلد. لذلك نجد أن سلمية المظاهرات هي ضروري جدا، والمواطن عندما يخرج للمظاهرات يخرج لمطالب، وهذه المطالب هي مشروعة، وحتى المظاهرات هي مشروعة أيضا مضمونة من ضمن الدستور. لذلك نجد أن المظاهرات في حالها وفي وضعها الحالي نجد أنها فيها نوع من العقلانية، فيها نوع من التأني، فيها نوع من الاحترام. لذا أشوف الأخوة المتظاهرين متخذين الجانب السلمي والجانب الأخلاقي، وهذا هو من صفات المتظاهر الجيد الذي يطالب بحقوقه التي هي مفروضة ويفرضها أيضا بهذا الأسلوب. وأسلوب القوة والعنجهية وغيرها هذه لا تؤدي إلى نتيجة، وإنما تؤدي إلى فوضى وإلى إرباك العملية السياسية برمتها. الوحيد هو المواطن العراقي، شنو الحلول اللي ممكن تخدم او تصب بصالح المواطن؟ عزيزي، نحن نعلم ان العمليه السياسيه هي عمليه مربكه، ومنذ نشاتها ولحد الان الارباك الذي هو تولد من خلال بعض المطالب الغير او غير المشروعه. لذلك نجد على السياسيين ان يتخذوا الاجراء اللازم والاجراء الصحيح في هذه العملية، لأنه نحن بحاجة إلى انفتاح على الكل، وبحاجة إلى التفاهم، وبحاجة إلى الوصول إلى نتيجة تخدم المواطن وتخدم العملية السياسية. لكن إن بقيت على وضعها أنا في اعتقادي لا يكون هناك انفراج، ولا يكون هناك تفاهم، ولا يكون هناك تواصل فيما بين الفرقاء السياسيين، وهذا يصب في أذية المواطن وأذية البلد. لأننا يعني هناك من يتربص بنا، وهناك من ينظر لنا نظرة ازدراء ونظرة احتقار من قبل دول الإقليمية التي تدور في العراق. لهذا السبب نجد يجب أن تكون هناك حكومة قوية، حكومة تثبت وجودها وتثبت أن العراق ما زال قويا وله حضور دائم في كل الميادين وفي كل المحافل. هذه الحكومة هي أنا في اعتقادي من الممكن أن يتفقوا على شخصية، وهذه الشخصية لا يتدخلوا في عمل لا يتدخلوا في عملها. لأن إن تدخلوا وفرضوا بعض الشخصيات التي هي هزيلة وغير صحيحة وغير مهنية، أنا من ضمن الأمور التي طرحتها على بعض الشخصيات التي هي مرشحة لرئاسة الوزراء، قلت له هل تستطيع أن تقف في وجه الهجمة الخارجية التي من الممكن أن تحرك لك جوكرية مثل ما حركوا ضد عادل عبد المهدي؟ ثانيا قلت له هل تستطيع أن تأتي بمستشارين، وهؤلاء المستشارين مهنيين من الممكن أن يقدموا خدمة للعملية السياسية وللحكومة؟ قلت له أيضا هناك مسألة أخرى، هي تستطيع أن تتعاون مع مراكز الدراسات والبحوث لتستفيد منهم مستقبلا، لأنه مراكز الدراسات والبحوث؟ لم يكن هناك جواب. إذن يفترض أن تكون هذه النقاط ضرورية لكل رئيس وزراء، عليه أن يتخذ مستشارين جيدين مهنيين لهم قدرة على تحمل الأمور من الاقتصادي والسياسي والعسكري وغيرها. وأيضا هناك مراكز بحوث، هذه مراكز البحوث هي التي تنتج وتقدم البحوث للعملية السياسية، من الممكن أن يستفيد منها رئيس الوزراء والحكومة برمتها. وعلى هذا من الممكن أن تقوم الحكومة إن كانت هناك أشخاص مهنيين يعملوا من أجل البلد. دعوة للعقلاء، ممكن أنه هاي الاجتماعات أو جلسات الحوار التفاهم في الوقت الحالي ضرورة جدا للخروج من هذه الأزمة؟ أنا ممتن من بعض السياسيين الذين هدأوا الوضع، وهناك تغريدات، هذه التغريدات تؤجج الشارع، لكن هم حاولوا يعني ردمها بالأسلوب المهني وبالأسلوب العقلاني، وطلبوا من مواليهم أن لا يردوا على تلك التغريدات، وهذا هو الذي نريده، تهدئة الأمور وتبسيطها وجمع الفرقاء على طاولة واحدة خدمة لصالح العام. لأننا بحاجة إلى انفراج للعملية بكاملها، ليس للعملية السياسية، وإنما هناك اقتصاد متردي، هناك أمور يعني أمنية متردية بالضبط. لذلك نجد أن على الأخوة السياسيين أن يتفهموا وضع البلد ويتفهموا وضع المواطن، لأن المواطن يعاني، وهذه المعاناة أصبحت كبيرة، لها 20 سنة، وهذه 20 سنة مش شوية، جيل كامل الذي ولد عام 2003 حاليا في الوقت الحاضر عمره أصبحت 19 أو 20 سنة، إذن هذا تنبه إلى أمور أخرى. لذلك يفترض أن تكون هناك عقلانية بالأمور، وهناك تفاهم وإيصال إلى
والوصول إلى نتيجة تخدم الكل، تخدم المواطن، تخدم السياسي، وتخدم البلد، وتخدم حتى المحيط الإقليمي. سيدنا السلام عليكم. مولاي العزيز على راسك. ما نريد نعطلك، بس نريد نعرف قدر الفضول انه شنو هاي الصورة اللي هذه صورة الله يرحمه البطل ابو بدر المهندس، وسويتها على فكرة خارطة العالم، هاي كلها جزر العالم، وان شاء الله من تنتهي تظهر يعني ابو صورة ابو بدر المهندس. بس هاي خارطة العالم، هاي كلها جزر العالم، خارطة العالم. يعني اذا اقول بانه البطل الله يرحمه الشايب، واحنا ولد الشايب ان شاء الله، البطل الشايب هو مو بس للعراق، هو للعالم كله، مثلته للعالم كله. الفضاء، السماء، وهاي خارطة العالم راح تنزل إن شاء الله ومن تكمل إن شاء الله. هاي القارات؟ هاي كل القارات، كل الشمالية والجنوبية، كل القارات الشمالية والجنوبية، يعني هاي الجنوبية وهاي عندك الشمالية. شنو المراحل اللي بعد تكمل الصورة؟ المرحلة الثانية راح استخدم بس اللون الأسود على مود أطلع لون المناظر وال وشوية قليل من اللحية والملابس، وهاي الجزر المتفرقة تظهر إن شاء الله. كم لون استخدم؟ استخدمت ان شاء الله بس لونين، يعني اللون الرصاصي واللون الاسود، ان شاء الله راح استخدمه الرصاصي والاسود، والاسود ان شاء الله، لانه احنا في بوكان يعني مو مال زيتي واشتغل الوان وكذا، فكسرعه الامر عم جاي اشوف هواي صور ان شاء الله كلها ان شاء الله مشتغل. نفس الافكار لو لا لا اذني شيء يختلف، دخلت بها الطبيعه والمناظر وصور الشهداء ان شاء الله. هم فيها معالم يعني الطبيعة. كل شيء إلى معلومته وكل شيء إلى وضعه يعني، بس كالطبيعة، الطبيعة هي عامة يعني، إنه أريد أفتح يعني، أريد أفتح شوية الفرحة خاطر شوية تعم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. بس اليوم هي اليوم بدايتي هنا، هي بداية صورة الشايب إن شاء الله. هاي صار تقريبا نص ساعة بين تخطيط وبين لون الرصاصة، ذبل بعد تقريبا أقل من نص ساعة إن شاء الله. إن شاء الله خير وبركة يا حبيبي الغالي، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. كيف صاركم اليوم؟ والله ما يقارب 4-5 أيام. أجواء التظاهرات سنيتها؟ والله إحنا نطالب بالحق بالمشروع، يعني ما نطالب بشيء فوق أو غيره، هاي واحدة. اثنين، مطالبنا واضحة، وإحنا نريد تشكل الحكومة في سبيل هاي الفقرة تعيش ويمشي عجلة الدستور وباقي العالم، هاي عجلة الوظائف، الرواتب تمشي، اقرار الموازنة، كلها تعطيل للدولة كليتها. بالتالي احنا اليوم انا اقول دائماً اقول هاي الدوامة اللي جاي نمر بها المتضرر الوحيد هو المواطن، هو المواطن والفقير. لا موازنة، صح، لا حكومة، صح، اغلب المواطنين عندهم مراجعات الدوائر الدوله معطله، اكو عرقلات بها، صح صح. والله يا اخي هي مشكله، هي هاي كلها افعال مفتعله وكلها اجندات خارجيه، ما يريدون استقرار العراق ولا تمشي عجله العراق نحو التقدم وازدهار المواطن وتمشي حال الدوائر كلها، كلها تعطيل للدوام والبنى التحتيه، كلها تعطيل. ان شاء الله الحلول السلميه وان شاء الله تصفى الامور، وهاي كل من يروح لبيته. احنا نريد حقوق فقط، حقوق المواطن، حقوق العالم. احنا هنا وجدنا خيامنا، اجينا هنا نحمي مؤسسات الدوله من المخربين والمندسين. اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، بالتالي احنا نتمنى انه تحل هذه الفوضى وما شابه ذلك، على اعتبار اليوم جل المؤسسات وجل المعاملات التي ينتظرها المواطن العراقي لربما عاجزة أو نائمة تنتظر إفراج قرار الموازنة. فبالتالي نتمنى الأمن والأمان، وإن شاء الله الوضع يرجع على ما كان عليه بالسابق. ختاما تقبلوا تحياتنا، تحيات كادر عمل، إلى اللقاء.